السلام عليكم، عودة مول التلفازة من جديد. رمضان الكريم، كل عام وانتم بخير، الصحة وطول العمر باش ما تمنيتو. درنا هاد الفيديو ماشي كنتصورو عليكم ولا كنعيقو عليكم ولا تنبينو لكم، اللي قسم الله راه كنبارطاجيو معاكم. كنا كنعيشو على قد الحال. درت هاد الفيديو استسمح كناكل وكنهضر معاكم. بالنسبة لواحد الأخ خراز عطار حداد، المهم شي واحد راجل شيباني كان في البوليس و كان هضر لينا على المغامرات ديالو، ديما كيصور لينا الشخصية ديالو البطولة، هو راه عبد العملاق والرجل الخارق. ما هضرشنا على داكشي اللي ما وراء الأسطر والمسكوت عنه. المهم ماشي سوقي، بغيت نقول سي الخراز واحد الملاحظة مهمة وبزاف بزاف. راه الناس اللي كانوا في الخارج كيتقشفوا وكيقتصدوا راهم فاتحين بيوت هنا في المغرب، راه ما كيصرفوا على والديهم، كيصرفوا على خوتهم، كيصرفوا على احبابهم. وهذوك الناس اللي اقتصدوا راه معاونين الاقتصاد ديال بلادهم، وكيعاونونا وكيعاونوا الناس اللي قراب ليهم، وكيديروا الخير بزاف وكيتعاملوا مزيان. يقتصدوا تما مزيان، الميزانيه زايروا السنطه كما كنقولوا، ولكن راه كيزايروا على اهداف باش يوقفوا على رجليهم وعلى الصح وبالصح، وكيساعدوا الناس هنا في المغرب. هادشي اللي بغيت نقول لك السي الخراز، راه ماشي جيعانه، حاشا ماشي جيعانه، غير كيعرفوا يسيروا راسهم وكيعطيو الدعم لخوتهم وعائلتهم ومواتهم وباواتهم وحبابهم هنا في المغرب. تحياتي للجاليه المغربيه في كامل اقطاب العالم، من خط الاستواء حتى خط الاستواء. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. خوكم من التلفازه، تحياتي ومرحبا بكم القصريه دابا.